أهلا وسهلا فيكم في قناة A and Y Games. إن أسماء الشخصيات مستوحاة من تعليقاتكم. يا الله ماما، شو مالك؟ شكلك كتير تعبانة. خلص يا ماما ارتاحي. يا حبيبتي ما بقدر ارتاح، عندي شغل. أنا ما صدقت ألاقي هذا الشغل، لازم أروح. المدام اللي بشتغل عندها رح تعصب كتير إذا غبت اليوم. ما بقدر أخسر هذا الشغل، هو اللي إحنا عايشين منه. صباح الخير، شو في؟ ماما شو مالك؟ ولا اشي يا وتين، تعبانة شوي، هلأ بقوم اشوف. ماما انتي كتير سخنة، كتير مريضة. وتين انزلي عن راس ماما. طيب بس كنت اشوف حرارتها. يا الله يا زينب، ماما كتير سخنة، شو تسوي؟ ماما انتي كتير تعبانة واحنا خايفين عليكي، خلص لا تروحي على الشغل، احنا بنروح بدالك، احنا بنعرف ننظف ونعمل كل اشي واحنا رح نروح. خلاص يا ماما خليكي مرتاحة. بس خايفة المدام تعصب وما يعجبها شغلكم. لا احنا بنعرف نشتغل كل اشي ورح نخلي البيت كتير نظيف. خلاص ماما ارتاحي، احنا رح نروح. شكرا يا حبيباتي، شكرا. لا تقلقي ماما، يلا يا وتين يلا بسرعة نروح على بيت مدام حنان وننظف لها اياه. يا ماما رح ننظف، يلا تعالي يا وتين. A few moments later. واو كتير البيت كبير، كل هاد بدنا ننظفه؟ خلص انا بدي اروح على البيت. اسكتي يا وتين، ماما تعبانة، عادي بننظفه، شو يعني؟ يلا تعالي بسرعة. خليني ارن الشرس. يا الله انا بسمع انه هاي المدام كتير بتهتم للتفاصيل. مرحبا. يا الله وين وتين؟ ليكون هربت. وتين وتين تعالي، هيني هيني. يا ربي. انتو بنات سمية، تفضلوا. انا بصراحة كتير بهمني النظافة، وامكم كتير شغلها ممتاز، بس هي وعدتني انه يكون شغلكم على نفس المستوى، عشان هيك يا ريت ما تخيبوا املها وتنظفوا كتير منيح. لا تقلقي يا مدام، احنا كتير شاطرين بالتنظيف والمسح والكنس وكل الاعمال المنزلية، رح نخلي البيت كتير نظيف. طيب واحدة تيجي معي على المطبخ. زينب روحي انتي، انا مليش في المطبخ. اف طيب يا وتين خلص لا تدلعي. شو مالكم متجمدين مكانكم؟ لا هيك ما رح ينفع، اتحركوا، وحدة تيجي معي على المطبخ. حاضر حاضر. يلا انا بدي نشاط وصحصحة، بتنطفي كل الصحون وبتنطفي الخزانات. حاضر حاضر. وبتمسحي الارض. وانتي يا وتين اطلعي فوق نطفي الغرف، بدي اياهم يلمعوا، تكنسيهم وتغيري الشراشف وتمسحي الغبرة. حاضر يا مدام حنان. خلصتي الصحون؟ شكلك شاطرة، يلا امسحي الارض. وانا هلأ رح اروح ارتاح واتفرج على التلفزيون شوي. طيب يا مدام ارتاحي ولا تقلقي، انا رح نضيف كل اشي. ممتاز. خليني اتفرج. يا رب وتين تكون ما عم تخبص الدنيا فوق وتكون عم تنظف منيح، هي مش كتير شاطرة بالتنظيف ومرات بتلتهي. انا خايفة من هاي المدام كتير. عاكلين انا رح اخلص شغلي واروح اساعد وتين. واو شو هاي المكنسة كتير حلوة. مثل كأنها جهاز فضائي. شو هاد؟ ليش هيك ازاز؟ الاغنياء مو عارفين شو يعملوا بفلوسهم، شو هاد الغباء؟ ليه الارض ازاز؟ طب لو بدي انط عليها ولا العب كرة رح تتحطم. واو انا خايفة تتحطم صرت. ايش هدول الخزانات؟ عندهم كتير اغراض، جاي عبالي استكشف كل اشي في البيت. اوف يا الله مو سامعة من صوت المكنسة، ما عرفت بحب ليزا ولا منيرة. اوف يا ربي مش عارفة احضر المسلسل، هاي البنت صارها ساعة بتكنس، خليني اشوف شو مالها، مش هيك يعني؟ اوه بعدين يا حرامية يا سرقة، كيف تسترجي تسرقيني؟ رح اطلب لك الشرطة. يا الله شو صاير؟ شو مال هالمدام؟ ليش عم تصرخ وتين؟ لازم اروح واشوف شو صاير. يا الله يا وتين شو عملتي؟ ليكون كسرت اشي ولا خربت اشي؟ مدام ايش صاير؟ اختك الحرامية عم تسرق من اغراض البيت، وانا اذا في اشي بكرهه فهو السرقة. ولك وتين شو عاملة؟ ما سرقت، والله يا زينب ما سرقت، انا بس كنت بدي العب فيه، طلته من الجرور العب فيه وكنت رح ارجعه، والله ما عم بسرق. شو؟ وانت بأي حق تمدي ايدك على الجرور وبأي حق تلمسي اغراضنا؟ هذا مو حقك، هاي اسمها سرقة. اذا تعريفك للسرقة مختلف هاي مشكلتك، لانك ما تعلمتي الادب. بس انت حرامية وانا رح اطلب لك الشرطة. شو؟ الشرطة؟ ارجوك يا مدام حنان سامحيها. انا اسفة.
لا ما رح أسامحك، رح أطلب لك الشرطة. أرجوكي يا مدام حنان، أرجوكي لا تطلبي لها الشرطة، إحنا أمنا مريضة وإحنا فقراء، وممكن ماما تموت لو عرفت إنها دخلت السجن. أرجوكي أي إشي بدك إياه أنا على استعداد أعمله، بس لا تودي أختي على السجن أرجوكي. فعلا أمكم مسكينة وما بتستاهل يكون عندها بنات حراميات هيك، بس لازم تتعاقبوا، أنا مستحيل أرضى إنه هذا الموضوع يمشي على خير. وهو عقاب واحد، يا بتعملوا يا لا. أي إشي بدك إياه، أي إشي يا مدام حنان، أنا على استعداد أعمله، بس أرجوكي لا تطلب الشرطة. تعرفي أنا شو بحب؟ بحب الجيمز، أنا كان نفسي أصلا أصير جيمر، بس صرت سيدة أعمال. يعني في لعبة حتلعبيها، إذا فزتي حترجعي ماخدة أختك ومعكي فلوس كتير، والله إذا أنتي لعيبة شاطرة انحلت حياتك، أما إذا أنتي حتكوني فاشلة جيم أوفر ورح تخسري كل إشي. شو قلتي، على استعداد تلعبي ولا أطلب الشرطة؟ لعبة؟ جيم؟ طيب رح ألعب، أعطيني كمبيوتر وأنا رح ألعب. كمبيوتر؟ هاي اللعبة ما بتلعب على الكمبيوتر، رح تيجي سيارة تاخدك وحتروحي على مكان اللعبة، وبناء عليه مصير أختك رح يتحدد. طيب أنا موافقة، رح أروح ألعب اللعبة. زينب مش تتغابي وتخسري وأنا حياتي تتدمر وأروح على السجن. اسكتي يا وتين، مش ناقصاكي، حسابك معي في البيت، أنا جاهزة. ممتاز، أنا رح أروح أحكي لهم يجهزوا لك السيارة، يلا لقيني تحت. أنا أسفة يا زينب، مش قصدي هيك يصير، بس أنتي عارفة إنه بعد ألعب وكان نفسي ألعب باللعبة شوي. مش مشكلة يا وتين، هاي الست شكلها كتير شريرة، بس أنا رح أروح ألعب عشانك وعشان ماما، وبإذن الله رح أفوز. أنا جاهزة يا مدام حنان، يلا تعالي. هاي السيارة اركبي وهم رح يوصلوكي على مكان المسابقة، إذا فزتي رح يرجعوكي وحتستلمي أختك، أما إذا خسرتي فما بعرف شو أقولك، قلبي معاكي. يلا تفضلي. طيب رح أفوز بإذن الله. ورينا شطارتك، يلا وديها على المسابقة، لا تتأخر، أنا وعدت جاك أسلمه اليوم لاعبين جداد. 20 minutes later. الرجاء من المتسابقين التوجه إلى المصعد. يا الله شو هاد؟ كل هدول ناس معي؟ ما تخيلت كل هدول مشاركين بالمسابقة. وين أنا؟ شو هاد؟ وصلنا؟ شو هاي الغرفة؟ وفي لكل واحد غرفة. مين هاد؟ يا الله. هذا شكل المنظم تاع الحفلة، هاي كلها غرف اللاعبين. ايش اللي بيفوز بيطلع عايش وبياخد جائزة مالية كبيرة؟ مش فاهمة شو قصده بعايش. معقول هذا جاك اللي كانت تحكي عنه جابت له لاعبين؟ مرحبا، اهلا فيك بغرفتي اللي هي زي غرفتك، ليش طلعت؟ يا ربي انا كتير متوترة ومتجمدة في مكاني. شو هاد؟ وبعدين التلفزيون، ايش هاد؟ التلفزيون كتير قديم، هاد هو نفسه. رح يكون عنا اربع ازرار نضغطهم. ايش المجنون بحكي؟ يا الله ضحكته قد ايه بتغيظ، اذا ضغطنا الزر الغلط رح ياكلنا؟ اكيد بمزح. طيب وين الازرار؟ شو هدول الازرار؟ هذا الولد ضغط الزر شكله صح؟ شكله صح. طيب خلينا نشوف، انا ما اجاش دوري اضغط، احسن مش جاي بالي، خايفة حتتوجهوا عنا. ايش صار؟ لا اكل حد كأنه، بس مش عارفة مين اكل. يما شكله الزر غلط. طيب دور مين هلا؟ دور هذا الكائن. ايش هذا الكائن لابس اشي كتير غريب؟ يا رب يكون صح، شكله غلط صح. اكلوا، لا عم بيموتوا الناس، انا ما كنت عارفة انه هيك رح نموت. خلاص خلي وتين تدخل السجن، انا ما بدي العب. يا الله فزت، غريب كيف فزت باول مرحلة، ما تخيلت هيك في موت. خلي وتين تدخل السجن، عادي ما رح تموت، ما رح يصير لها اشي، بس انا هون رح اتاكل. اعطوني فلوس؟ كل مرحلة بفوز فيها باخد فلوس؟
يا ربي كتير الشعور غريب. استني انا مش قادرة استوعب ايش عم بصير معي. مين انتي؟ انتي ليش هون؟ انا احتاج الفلوس عشان هيك مدام حنان. هي كمان بتعرف مدام حنان؟ ايش المرحلة الثانية؟ ايش؟ نحن نقتل اللاعبين؟ لا مستحيل اشارك بهيك جريمة. نحن نختار مين يموت؟ يا مقرف بعرف صوت العصير تاعك. ما بدي اختار اموت حد، بس انا مش فاهمة كيف هنختار. لا هيك السهم. يا رب ما يجي علي، 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 يا رب ما يجي علي. عمين اجا؟ عمين؟ على هاي البنت؟ مسكينة شكلها، لازم تتوصل لحياتها عشان تقنعنا انها تضل عايشة. لا عادي انا رح اخليك تضلي عايشة، مستحيل اختار اني اقتلك. اصلا هي ما عم تتوصل، ما بدها تذل نفسها. ما رح تموتي، انا اخترت انها. لا كلهم عم بيختاروا انها تموت، حرام عليكم ارجوكم. لا ماتت. شكله لازم اعمل علاقات كويسة مع اللاعبين ولا رح يختاروا يموتوني. لا كمان وحدة اللي هي هاي. هاي البنت مش عارفة، يا ربي اختار اموتها ولا انا خايفة. اذا شو عم تقول رح اساعدكم تفوزوا اذا خليتوني اضل عايشة؟ انا رأيي انها تموت، خلص كلهم اختاروا انها تعيش الا انا. خلاص مش مهم، يعني انا ما عملت عمل شرير بصراحة. بنطلون باتمان تاعك مش عاجبني، عشان هيك اخترت انك تموتي. ياي ما متت، والبنت ما اختاروا انها تموت، بس هي بتحكي انها رح تساعدنا كيف نفوز. بس كيف؟ يمكن بس بتحكي اي كلام بلحظة اليأس والخوف من الموت، بس انا نفسي احكي معها. يا الله في وحدة ماتت وراحت غرفتها وصار مكان الغرفة اكس. يا ربي انا كتير خايفة اني اموت، باي لحظة انا معرضة اني اموت. يا ترى شو اللعبة الثانية؟ هي هالبنت اللي قالت رح تساعدنا ان نفوز، بركي بتعرف مخرج او اشي. ما لحقت. اجا الاهبل هاد كمان مرة اتلو عصير التفاح. ما نمسك البيبي ولا رح ينفجر؟ انا بعرف البيبيات بيعملوا نونو على حالهم بس ينفجروا. قصدك ينفجر من كتر النونو؟ وين انا هلا؟ شو هاد حديقة؟ وين البيبي اللي ما لازم نمسكه؟ انا مو شايفة اشي، بس انا رأيي اني اضل اركض واهرب احسن يجيني هذا الاشي اللي بيقولوه. شكله في حدا هناك حامله. هاي انتي يا بنتي اللي بتعرفي كيف نفوز، خليني معاكي. ما بدي اكون لحالي، خايفة كتير يصير اشي ينفجر بوجهي. كأنه هناك حدا ماسكه ومعطينه 15 ثانية يتصرف فيه قبل ما ينفجر. انا بدي ابعد، ما بدي حدا اللي معاه البيبي يقرب علي. داي الثانية انفجر فيه البيبي ومات. يا ربي حاسة حالي عم بنجو بأعجوبة، يعني انا ما بعرف العب منيح بس كأنه حظي كويس لأول مرة بحياتي. لا كيف حظي كويس وطلعت لي مدام حنان المجنونة واختي الغبية فتحت الجرور وقعدت تلعب بألعاب؟ لا مش لازم اعتمد على الحظ، لازم اركز منيح. خليني اروح اشوف البنت هديك قاعدة في غرفتها، بدي اعرف كيف ممكن نفوز. ما بلحق اوصل لها الا التلفزيون الزفت شغال. ايش بدك هلا؟ شو؟ نوقف على اللون الصحيح؟ ولا رح نموت؟ خلص اخرس. طيب سهلة، لازم اوقف على اللون الصحيح. اوكي سهل سهل، لازم اركز. طيب وين اللون؟ اي لون؟ اوكي هلا حتحكي لنا ايش هو. اسكت انت بس لو تسكت. اللون الازرق. اوكي حياتي واقفة على اللون الازرق. الحمد لله كثير سهل. هاي لعبة اطفال كي جي 1. ايش الهبل هاد؟ ليه عمل هاي لعبة سخيفة؟ ايش رح يكون اللون؟ اللون الازرق. اوكي اوكي الازرق اللي شو اسمه السماوي ولا ما بعرف شو لونه. اوكي سهل كثير. ليش يا بنت عم بتنطي؟ ماتت ماتت قدام عيني. ليش لساتها بتنطنط كانت؟ ايش هو ايش هو ايش هو؟ بني؟ ايش هاد؟ هاد هو هاد؟ مش حاسه فيه ولا لون زي لون هاد. هذا بني هاد. اوكي كويس كويس طلع هو. يا الله صارت كانها تيجي بسرعه. ايش هو اللون؟ اوكي 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 هيا. تمام ما حدش مات، حلو. طيب شو هو؟ شو هو؟ احمر احمر احمر. ما في وقت، هلا عم تصعب
لابانك وتحسها سخيفة، بس لما يصيروا بسرعة بتصير صعبة. طيب شو هو؟ آه الحمد لله أنا واقف عليه، الله رح يصير معي عم ألوان. آه في وحدة وقعت وأخيرا فزت. أوف مع إنها لعبة سخيفة بس صعبة بنفس الوقت. طيب أنا بدي أحاول هلأ حقيقي أبذل مجهود إني أوصل للبنت هاي بسرعة. واو صار كتير معي فلوس. آه خليني أروح ألحقها بسرعة، بدي أحكي معاكي بس كيف بنفوز؟ قوليلي. آه ما عم بلحق. يا الله بس إحنا اللي ضلينا؟ إحنا رح نصوت مين يموت؟ لا ما بدي أختار حدا يموت، بس خلاص ما في حل. خليني أشوف أتفهم معهم أول، معنا 30 ثانية نختار مين رح يموت. آه دقيقة وين هالبنت؟ البنت خليني أفهم منها كيف ممكن نفوز باللعبة من غير ما أي حدا يموت. إيه لو سمحتي أنتي معاكي شو اسمه هذا؟ نسيتي الله شو اسمه البسة هاي، مشهورة كتير تطلع في كل الميم. ولازم أختار مين، أختار مين مش عارفة، بديش أختار حد خلاص. اخترت هاي، قوليلي كيف بنفوز باللعبة. لا اختاروا هاي البنت المسكينة. فجرها لا موت كتير بشعة حرام. قوليلي كيف بفوز بهاي اللعبة الغبية، أنا ما بدي أموت. قوليلي أي شي. يا الله في بنت عبارة عن فار، لا ومعها فار طاير معها. أنا حاسة إنه هاي البنت الجردونة لازم تموت. كيف بنفوز؟ جاوبي ما في وقت. كيف بنفوز؟ خلص ترمي شي بعينيكي. رح أختار الفار، أنا اخترتك لأن أنا بحبش الفيران. يلا موتي خليه يفجرك أنتي والفار تاعك، نتخلص من الفيران. لا بختاروها، اختاروا هاي البنت حرام. ليش عم بختاروا الناس اللطيفين؟ الحمد لله ما حدا اختارني، ضلينا احنا بس انا والفارة وباتمان. يا الله ما بدي اكون مع هذا الفريق، كتير كلهم يعني كائنات غريبة، واحدة لابسة بنطلون باتمان شبه البيجامة وبترمش، والتانية فار. ايش رح يصير هلا؟ ايش رح يصير؟ هي فارة يا جردونة لا ضلت تلفي حوالي. يا جردونة خلاص رح أدوخ، أنا عم بحاول أركز وأستجمع طاقتي خلاص. إيش فيها هلا؟ إحنا يما عصب. أنت رح تذبحنا لحالك؟ يا الله الصورة للحيطة كتير غريبة. يا ضغط الزر برجله، مش بأصبع رجلك خلاص أعرف رح تدعس علينا. كيف أفوز؟ لا إيش أعمل؟ يا وتين الكلبة ايش اعمل؟ وين اروح؟ ما بدي يندعس علي بهاي رجلة المقززة، ما رح اموت هاي الموتة، لازم انفت بحياتي باي طريقة. وانت ايش؟ انت مستر بوتيتو؟ انت رجل البطاطا ولا ايش بيسموك؟ شو جابني على هالمصيبة هاي؟ سامع رجلي. انت الباثيتك، انت المثير للشفقة. ايش هاد؟ بيطلع ليزر. الليزر كتير بيموت. مش عارفة اركز. البنت الهبلة هديك مالت ليش كيف بنفوز؟ استنى استنى ليش متسلط علي؟ الحق ورا هديك الفارة. كتير عم بندعس، مش قادرة اتحمل دعس اكتر منك. خنابل يما قنبلة رح تنفجر بوجهي، شو اعمل؟ باخد القنبلة. إن هاي البنت أخذتها يبقى لازم أخذ القنبلة. أوكي إيش أسوي فيها القنبلة؟ أنا خايفة أندعس. أوكي هناك القنبلة. مش عارفة أخذ القنبلة. ليزر راسي. خلاص خلاص أنا لازم أركز، مش رح أموت مدعوسة. ليزر كمان مرة، أنا بكره الليزر. ما بدي أكون صديقتك كذاب، أنت ما بدك أصدقاء، انت مجنون. طيب احنا بس هيك بنضل نركض. سمع صوت، يا رب ما اكون انا اللي بدي اندعس، مش قادرة اتفرج. في خبط كتير. وين اروح وين اروح؟ قنبلة قنبلة. خليني اخذ قنبلة افجر راسك. تعال يا عم تستفرغ. خد، مش عارفة ارمي القنبلة عليها. اتعرجت انا والقنبلة، كيف ارميها عليك؟ مش عارفة عم بندعس. يا الله الغباء والفشل، شكلي رح اموت مدعوسة. ياي رميت القنبلة واخيرا على راسه، قرب يموت.
أنا بيموت خلاص هانت لازم أصمد شوي بس هو رح يموت. قنابل لا أنت اللي رح تموت. أوكي هاي القنبلة يلا ليزر معي القنبلة لازم أركز. استنى أرميها عليك. إجت فيك؟ مش عارفة إذا إجت فيك ولا لا. قنبلة تانية خليني أخدها. رح أموت مش زي ليجي رح أموت. ياي مات مو قادرة. صدق أنا فوزت بالمرحلة النهائية. هلأ شو بصير؟ عم بعيط وأخيرا صار يعيط بدل ما يضحك. أيوة أنت ما قدرتنا. عم بعيط كتير ضحكت أنت. أوكي باي باي. لساته بيضحك. لا تضحك خلاص عيط. وين راح؟ الفائزين في المرحلة النهائية تفضلوا إلى بيوتكم. شو؟ أنا فزت في المرحلة النهائية؟ وأخذت الفلوس كمان؟ وهلأ ما علي غير إني أرجع عبيتي؟ وتين؟ زينب؟ وتين أنا فزت وأخذت فلوس؟ الحمد لله صرنا كتير أغنياء وما في داعي إنه ماما تشتغل عند هاي الست الشريرة أبداً. هي هلا فجأة قالت لي أطلع من البيت وأقعد هون وأستناكي وأنا طول وقت خايفة إنها تجيب لي الشرطة بس الحمد لله أنتي جيتي. أنا هاي الست الشريرة ما رح أسيبها. لازم أعرف مين وراها ومين ورا هداك الرجال الشرير اللي عامل هاي اللعبة الغريبة. بس هلا خلينا نروح عند ماما ونعطيها الفلوس ونطمن على صحتها وبعدين مدام حنان رح يكون إلها حساب معي. إيش يعني إيش هتعملي؟ لازم أعمل إشي. مش معقول تضلها تستغل الناس هيك. طيب يا زينب خلص خلينا نروح على البيت. يلا نروح على البيت. النهاية. بتمنى يكون الفيلم عجبكم. إذا عجبكم اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. أشوفكم بفيديو تاني. باي باي.